السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل ارفع صوتك تفضل. كلامي كويس؟ لا بأس، تفضل. عندي جدي لأمي توفي منذ 20 عاما. الله يرحمه. الله يرحمه. فمنذ 10 سنوات استلفت أمي من خالي مبلغ من المال. ثم بعد ذلك أرادت أمي أن تأخذ حقها في مال أبيها. ورث يعني. فقال لها خالي أن 16,000 هذه التي أخذتها منه هي حق قطعة من الأرض. بقيمة قطعة من الأرض. طيب. هل يجوز لخالي أن يفعل هذا أم أنها ترد الدين وتأخذ أرضها كاملة؟ لا أدري هل هو بخساء الحق في الأرض أو هو حقها. هي لها حق في الأرض، ورث في الأرض قطعة من الأرض. أيوة، قطعة الأرض تساوي 16,000 أو أكثر. هذا الزمان تساوي أكثر بكثير جدا. ساعة الاقتراض كانت تساوي أكثر أو تساوي المبلغ؟ كانت تساوي المبلغ، لكنها لم تأخذ المال عن طريق البيع، كانت أخذته دينا حتى تنوي رده. بعد كم سنة سددت الدين؟ لم تسدد إلى الآن. هو يقول من كم سنة؟ إن يساوي قطعة الأرض. من كم سنة؟ من منذ 8 سنوات. يعني أخذ القرض منذ 8 سنوات. صحيح. ولم ترده إلى الآن. ولم ترده إلى الآن. الخالق قال لا خلاص، كان الإقراض يومها ب16,000 وأنت أخذت 16,000 هذه مقابل تلك، هكذا قال خالك؟ بالضبط. وأنتم تريدون لا، نحن نؤذيكم ونأخذ المبلغ 8 سنوات. نحن نريد أن نرد إليه دينه 16,000 ونأخذ الأرض التي تساوي أكثر من 120,000. طيب، وركنتكم للمال هذه 8 سنوات ماذا تصنع فيها أمام الله؟ يعني مماطرتكم 8 سنوات وعدم سداد الدين، كيف ستقابل ربك بها؟ والله يا شيخ ما معطلنا الدين، ولكننا كنا لا نملك. ما هو خلاص، يعني أنتم لو عندكم أصل كما يقول الناس في الفلاحين. ما تقولوا مثل هذا الكلام؟ لأن خالك ما ظلمكم يوم أن أعطاكم 16,000، أنتم ظلمتموه بالإبقاء، أنتم بالإبقاء 8 سنوات لا تسددون له الدين. طب يا مولانا، أنا مش هقول لا أتكلم كحكم، لا أتكلم كحكم، إنما أتكلم من باب المرؤات. الحكم خالك منكم، أنا أتكلم كمروءة منك ومن أمك. ما منعنا إلا قلة الحال، ليس معنا يعني مال نرد. على كل إن هي قضية تسمع من الأطراف، وننصحكم بتقوى الله بعض الشيء. نعم. لا تطالبون بحقوقكم وأنتم ظلم للناس 8 سنوات والدين الملقى عندكم، وترجعون تطالبون تأخذوا 16,000. غيركم يعمل نفس الكلام، يحرم البنت من الميراث 30 سنة. لا. ويقول لها كان لك كم من الميراث؟ لك 10,000 جنيه الآن، خذ 10,000، وسوي الآن مئات الآلاف. يعني الظلم ده لا اعتبار في الأحكام. أنا لا أفتي بالحكم الآن، إنما أذكركم أن تكون عندكم مروءة وصل للرحم. شكرا لك.